السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في اخر اتنين، الفيديو ده هنعمله مخصوص وموجه لجماعة طوال الفراولة. احنا بنقول احنا الفيديو ده في مركز بدر في منطقة ارض الشرطة. المنطقة دي معروف انها ارض فقيرة، ارض ما فيهاش خدمة عالية، ضعيفة، فبتحتاج خدمة كتير في التجهيز بتاعها. فاحنا عايزين نقول ان لو معانا ارض ضعيفه واحنا خدمينها كويس ونفذنا صح، دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها النهارده في الفراوله في التوقيت اللي احنا فيه ده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نبص كده يا جماعه، الله اكبر. نبص على الخير اللي عندنا هنا في الفراوله. احنا كده دي بدايه الدوره الثانيه. بص يا جماعه، احنا كده بدايه الدوره الثانيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا رب ربنا يبارك لهم يا رب ويسد معليهم يا رب. ربنا يبارك لهم ويسد معليهم يا رب. الله اكبر. يعني من جد وجد، ويعني ناس صرفت، ناس كلفت، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إحنا فين يا جماعة؟ الفيديو ده بنقول إحنا في أرض الشرطة، مركز بدر، أرض فقيرة، أرض ضعيفة، أرض ما فيهاش خدمة عالية، أرض تحتاج خدمة عالية عشان نعوض الخدمة، فقر الأرض وضعف الأرض. بصوا يا جماعة، الله أكبر الله أكبر. ربنا يا سيدي يا رب يبارك يا رب. هذا هو الارض كلها برضه، مش حته، احنا مش واخدين مقطع صغير من الارض، احنا واخدين الارض كلها. الله اكبر. ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا رب. الهدف من الفيديو ان احنا بنقول ان احنا لو خدمنا صح، الخدمه اللي قبل الزراعه لا تعوض، الخدمه اللي قبل الزراعه لا تعوض. يبقى انا لو خدمت صح واشتغلت في الموسم بتاعي صح. بصوا يا جماعه الخير، انا معلش انا بصور الظهر، فعذرا لو الشمس. انا بس هو الهدف من الفيديو ان احنا بنقول ان لو ارض فقيره واحنا خدمنا صح واشتغلنا عليها صح، دي النتيجه اللي احنا بنوصلها في الدوره الثانيه. الخير ده موجود في ارض فقيره ضعيفه، الميه اللي هناك في المنطقه دي ميه معين، الملوحه بتاعتها هناك برضو يعني ايه مش مثاليه، هناك الملوحة هنا مش مثالية في المنطقة ديت. ممكن بتوصل هنا الملوحة عندنا هنا في مناطق ل 600 الماء البحاري، في مناطق فيها ما بتجيش فيها ماء بحاري، وفي مناطق بتيجي الماء البحاري يوم ويوم. فبيضطر الفلاح عشان وضع الماء اليوم ويوم، بيضطر يخلط الماء دي مع الماء دي عشان ينزل الملوحة بتاعت الماء. طيب احنا هنا كده شفنا الخير الحمد لله، اللي هو نتج عن الخدمة الكويسة بفضل الله، اللهم لك الحمد، والتكلفه بتاعته اللي هو كلفها. هو كان ليه راي بقى معانا، بيقول يا باشمهندس انا كده زهقت من عمليه التوريق ومش عايز اورق تاني. فانا كده يا باشمهندس ايه، خلاص ايه، هقف على كده، مش هورق الجزء التاني بتاعنا ده. فاحنا بنقول له لا، من فضلك بصوا كده يا جماعه، ده الجزء ده هو مش عايز يورقه، مش هينفع يا جماعه. احنا ورقنا قدامه كده اهو نبتين ثلاثه، ادي المجموع الخضري بعد عمليه التوريق، ادي التوريق بتاعنا. فبنقول له لا من فضلك، بنقول له لا من فضلك لو سمحت، في التوقيت اللي احنا فيه ده الفراوله بتنقل من دور لدور، وبيحصل عندي تجديد دلوقتي في القلب، هتلاقي القلب كله موسوس ومطلع زهر. فالزهر ده محتاج جدر تحت سليم، واتكلمنا في الجدر قبل كده في فيديو سابق، ومحتاج ورق فوق عشان نخدم على الزهر ده. واملنا في ربنا ان احنا نقعد الدوره الثانيه، نقعد للدوره الثالثه. فبنقول له من فضلك، الورقه النهارده الملونه الحمراء الصفراء الناشفه البنيه، الورقه ديت وجودها على الشتله النهارده عبء، ما تقدرش الشتله تشيله، هيتسبب في مشاكل للشكل. الجزء دوت اول حاجه ورق عجوز وضعيف ومصاب، ما عادش ملائم للشكله، فاصبح بيمثل اجهاد على الشكل فوق كده، ان هو هيبقى فيه يحوي مشاكل، هتلاقي ممكن يبقى فيه العنكبوت بالاخص او التريبس، هيعمل لي مشاكل للشكل. فلا احنا من فضلك، احنا الحمد لله زي ما اتكلمنا في فيديو التوريق قبل كده، بنخف الورق، الملون ده بيتشال كله، وطالما عندي مجموع خضري كويس مرضي بعد عمليه التوريق يبقى رضا من عند ربنا، او بستعوضها بان انا بدي حاجات في التسميد للمجموع الخضري، ما برش حاجات للمجموع الخضري عشان نعوض الورق ده. يبقى اذا لا مفر لا مفر لا مفر ان احنا خوفنا من عمليه التوريق نقع في فخ ان احنا ما نورقش، يبقى انا هتبقى سلبياتها اكتر. لا، يبقى انا لازم اشيل الورق الناشف القديم المصاب ايا كان واطلعه بره الارض. كان الهدف من الفيديو ده ان احنا بنقول ان احنا في ارض فقيره، ارض ضعيفه، ما عندناش كمان اسلحه عاليه، الميه هناك عندهم بتبقى بتجي لهم تقريبا يوم ويوم البحاري، المعين بتاعهم هناك ملوحته عاليه،
ففي ضوء المشاكل دي ادي النتيجه اللي احنا وصلنا لها النهارده في اخر اتنين في دار التك. عندنا كميه زهر الله اكبر، عندي نبات قوي، عندي جدر قوي، عندي الحمد لله انتاجيه عاليه كويسه بفضل الله. بفضل الله ده بعد توفيق ربنا من المصاريف اللي هم صرفوها في الخدمه، صرفوا صح وكلفوا صح، وطول الموسم الناس بتاخد برامج وبتنفذ وبتنفذ يعني بحذافيره يعني في وقتها، والحاجه اللي بتكتب بتيجي في وقتها. فربنا يبارك يا رب ويسدي عليهم وعلينا جميعا يا رب، ناخد الدوره الثانيه والنقطه الثالثه. يعني بنقول لو الفيديو عجبك من فضلك اتفرج علينا من الفيس او تابعنا من على الفيس، اعمل لايك للفيديو. لو بتتابعنا من على اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه للتواصل والمتابعه. كان معكم اشرف هنداوي 0147861964.